شكرا سيد الرئيس. نحب نقول اللي ربما سابقة خطيرة أنه هنا وإحنا في مجلس وإحنا كتبنا دستور بصياغة تشاركية مع خبراء وإحنا معناها ما حتى مرة ما تهاوننا في تشريك الخبراء أن نرفض أن يكون خبراء في هذه الهيئة. خليني نقول كما نفضلكم يعيشكم يعيشكم. يعني هذه الهيئة باش تبدأ مغلقة على نفسها ستة قضاة هما اللي باش يقروا. احنا قانون الدستور فيه البيئة، فيه قانون المالية، فيه من اللامركزية، نحن بحاجة إلى خبراء. وإذا كان باش نرفضوا لهنا في هذا الفصل خبراء، هذه سابقة خطيرة ورسالة سيئة يعطيها هذا المجلس. وشكراً.